ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الخطاب على رأي أكثر المفسرين هو لبني إسرائيل عموماً منذ بداية وقوع هذه القصة، فقد قست قلوبهم منذ حدثت هذه القصة، وبناء على ذلك فإن العطف بثم هنا لا لأجل المهلة الزمنية، وإنما هو لأجل المهلة الرتبية، وذلك بأن الواقع يقتضي بأن يرعوا وتلين قلوبهم وتخشع لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن بما أن الذي حدث منهم كان خلاف ما يتوقع ويرتجى منهم، صار ذلك داعيا إلى شيء من الاستغراب، فانتقل عن المعطوف عليه إلى المعطوف بهذه الأداة العاطفة التي تقتضي المهلة، تقتضي المهلة الرتبية أحيانا وتقتضي المهلة الزمنية أحيانا. والمهلة الرتبية لأن الفكرة يستغرق شيئا من الوقت في الانتقال من المعطوف إليه إلى المعطوف، فمن هنا جاء بثم ولم يؤت بالفاء، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ما شاهدتم من هذه الآية الكبرى. ومنهم من قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد ما مر في هذه الآيات السابقة كلها من بيان ما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من إنجائهم من فرعون وآله بشق البحر لهم، ثم فتح الأرض المقدسة لهم ورفضهم الدخول في تلك الأرض المقدسة التي دعوا إليها، وما كان في التيه من نعم متوالية مع أنهم كانوا في محل عقوبة، ولكن توالت عليهم نعم من الله سبحانه وتعالى جل، كتفجير المياه لهم من الحجر إلى غير ذلك من النعم المتتابعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم واختصهم بها. قست قلوبكم بعد هذه النعم كلها. ويرى الإمام محمد عبده بأن هذه القسوة إنما حدثت بعد الجيل الذي عاصر هذه القصة، فإن الذين عاصروا هذه القصة رقت قلوبهم برؤيتهم هذه الآية الكبرى، ثم قست قلوب الذين جاءوا من بعدهم، ولكن الواقع التاريخي يثبت خلاف ذلك. فإن الذين عاصروا هذه القصة وهم الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام ما زالوا غلاظ الأكباد، قساة القلوب، لا يرعون عن غيهم ولا يثوبون عن رشدهم، كلما قرأت مسامعهم النذر وتجلت لأبصارهم الآيات ازدادوا قسوة وازدادوا غلظة وازدادوا إعراضا وازدادوا عنة، فلذلك لم يفتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم الأرض المقدسة، وإنما فتحت الأرض المقدسة على أيدي الجيل الذي جاء من بعدهم ورسخ الإيمان في قرارة نفسه، وكانوا هم الذين مكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض، فامتد سلطانهم فترة زمنية لا يستهان بها، وجعل الله تعالى فيهم ملوكا وجعل فيهم أنبياء وفضلهم على العالمين، أي على عالم زمانهم. فالواضح بأن الذين قست قلوبهم إنما هم الذين عايشوا هذه القصة وشاهدوا هذه الآيات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، لا إشكال في كلمة من بعد ذلك على رأي الإمام محمد عبده ومن قال بمثل رأيه، وإنما الإشكال
ينبني على الرأي الذي نختاره، وهو أن القسوة كانت في ذلك الوقت نفسه. فلماذا قال من بعد ذلك؟ كلمة بعد تستعمل كذلك للفترة، كما تستعمل للفترة الزمنية تستعمل للانتقال من حديث إلى آخر، بينهما شيء من التفاوت الرتبي، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك زنيم. فكونه أتلا وكونه زنيما سابق على كونه حلافا مهينا مشاء بنميم إلى غير ذلك من الأوصاف المتقدمة، لأن تلك صفات فعلية، وهذه الصفات هنا صفات ذاتية، والصفة الذاتية سابقة على الصفة الفعلية. وعليه فإن بعد هنا بمعنى مع، أي ومع ما رأيتموه من الآيات التي تستدعي إمعان الفكر وتقتضي رقة القلوب، قست قلوبكم معها، فلم يجد فيكم التذكير، ولم تنفعكم النذر، ولم تهدكم الحجج الواضحة البينة. ثم قست من قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القسوة تستعمل في الجسم الجاف الغليظ الشديد، وإطلاق كلمة القسوة على عدم رواء النفس هو من المجاز المشهور الذي لا يبعد أن يوصف بأنه حقيقة عرفية، لأن إطلاق القسوة على تحجر القلب وعدم رعوائه وعدم تأثره صار من الأشياء المشهورة عند الناس حسب تعارفهم، فكان ذلك مجازا مشهورا أو حقيقة عرفية.